ما شاء الله تبارك الله، هذه سحابة شمال بيش مقبلة من جهة الغرب. اللهم نسألك خيرها يا رب العالمين يا رب، نسألك الغيث المدرار. اليوم 12 من شهر ذي الحجة. سبحان الله العلي العظيم، ما شاء الله تبارك الله. الأمطار على محافظة بيش وشرقه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، اللهم لك الحمد والشكر. الأمطار الآن تهطل على قرية الخلاوي بمحافظة بيش. اليوم 12 من شهر ذي الحجة، 22 يوليو 2021. اللهم لك الحمد ولك الشكر.